اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدورة في إنتاج المقررات الإلكترونية باستخدام برنامج الأدوبي كابتيفيت نشره بنعرضها اليوم على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم للإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. الدورة ديت هتبقى إن شاء الله على عدة جلسات. هنعرض دلوقتي الفئات المستهدفة من الدورة. أول حاجة المعلمين والمدربين اللي شغالين في مجال التعليم والتدريب بشكل عام، أخصائيين تكنولوجيا التعليم برضه ممكن يستفادوا بيها، المصممين التعليميين، والمصممين التعليميين دول ممكن تبقى سواء أخصائي تكنولوجيا أو أي حد خبير في العمليات التعليمية، ممكن من خلال دورات تدريبية ودراسة معينة يبقى مصمم تعليمي فيقدر يستفاد بهذه الدورة. اللي بعد كده اللي هي كتاب المحتوى، الناس اللي بتكتب المحتوى سواء محتوى تدريبي أو محتوى تعليمي يقدر يستفاد من هذه الدورة، عشان في الآخر يبقى عنده تصور شكل المحتوى اللي هيقدر يقدمه للطلاب أو الدارسين ممكن يطلع عنه شكل. الجزء اللي احنا صدده ده اهم حاجه دلوقتي، اللي هو مطور المحتوى الالكتروني، لان حضرتك بعد حضورك لهذه الدوره التدريبيه بجلساتها المختلفه هيبقى اسم حضرتك مطور محتوى الكتروني، اللي هو يقدر يحول المحتوى التقليدي العادي اللي مكتوب في كتاب او في اي بيبرز يقدر يحولها الى شكل الكتروني. الجزء الفئة السادسة اللي هو طلاب الدراسات العليا سواء الباحثين في الماجستير أو في الدكتوراه أو في الدبلومات، اللي هم بيطلب منهم شغل إلكتروني ممكن يستخدم الدورة ديت في عمل محتوى إلكتروني تدريبي أو تدريسي. أهداف الدورة ديت في نهاية الدورة هتكتسب المهارات الآتية. أول حاجة بنعرف إيه هو مفهوم المقررات الإلكترونية؟ الحاجة التانية تعرف مكونات المقررات الإلكترونية، أعرف إيه هي المكونات اللي بتبقى موجودة في أي مقرر إلكتروني ولازم تكون موجودة كلها، ما ينفعش أي مقرر إلكتروني يكون مش موجود فيه المكونات ديت. تالت حاجة بقدر أعرف مراحل إنتاج المقررات الإلكترونية. رابع حاجة أقدر أميز ما بين أنواع برامج إنتاج المقررات الإلكترونية. رقم 5 إيه هي متطلبات تثبيت برنامج الأدوبي كابتيفيت اللي إحنا بصدد التدريب عليه النهاردة إن شاء الله. حاجة كيفية إنتاج وحدة تعليمية إلكترونية متكاملة، وده مشروع مطلوب من السادة اللي حاضرين معانا الجلسات التدريبية. أول حاجة هو مفهوم المقررات الإلكترونية. كلمة مقرر بشكل عام مش مقصود بيه المحتوى اللي موجود في كتاب دراسي أو في محتوى مطبوع لأي دورة تدريبية، ولكن هو مواد تعليمية بتبقى موجهة أصلا لمجموعة من المعلمين أو الدارسين، بتبقى معدة باستخدام لأنها تستخدم من خلال شبكة الكمبيوتر، من خلال أجهزة الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت، ولكن هو مش مادة، مش محتوى 1 2 3 4، مش محتوى عادي بس أو مفاهيم أو نظريات أو قوانين، ولكن كمان بيحتوي على مجموعة من الأنشطة التعليمية، بيحتوي على تكليفات وتقييمات ومصادر أخرى يقدر يستفيد بيها الدارس أو الطالب في عملية التعلم بتاعه. كل ده بيتكون مع بعض أو بيتكامل مع بعض عشان أعمل مادة تعليمية متكاملة يقدر الدارس تحت إشراف المعلم أو هو لوحده من خلال قدراته الخاصة، واللي إحنا بنسميه في حاجة اسمها بنسميها الفروق الفردية، يقدر يتعلم الدورة التدريبية الخاصة بيه أو المحتوى التعليمي. وليه في مثال طبعاً قوي جداً من خلال منصات بنك المعرفة ومنصة ذاكر، هنلاقي المحتوى التعليمي من أول رياضة الأطفال لغاية الثانوية العامة يعتبر أو يعتمد على التعلم الذاتي الخاص بمهارات كل واحد أو قدرات كل واحد. من خلال المقرر الدراسي ده كله لازم يكون بيشتمل على 3 حاجات مهمين جدا: الجوانب المعرفية والجوانب المهارية والقيم والاتجاهات أو الجانب الوجداني الخاص بالمادة التعليمية. كل دول بيتكاملوا عشان يعملوا لي حاجة اسمها مقرر سواء تعليمي أو تدريبي، وأقدر في الآخر أشكله من حيث إن هو يتم استخدامه إلكترونيا.
طيب ايه هي بقى مكونات المقررات الالكترونيه؟ اي مقرر الكتروني لازم يحتوي على هذه العناصر الاساسيه. اول حاجه لازم يكون في صفحه بدايه زي ما احنا دلوقتي وانا بطبقت السلام بالظبط على الشغل اللي انا بقدمه لحضراتكم دلوقتي، لازم يكون في صفحه بدايه اللي حطيت فيها اسم المحتوى ومين الجهه اللي بتقدم البرنامج او المقرر الالكتروني، ايه هي مين هم الفئات المستهدفه، ايه هي اهداف المقرر اللي انا هقدمه، الاهداف ديت بتتحدد مسبقا قبل ما اقعد على جهاز الكمبيوتر وابتدي اعمل عمليه تطوير للمقرر الالكتروني اللي هو انتاجه. بعد كده بيبقى في عندي حاجه مهمه جدا اللي هو فهرس المقرر مقسم الى وحدات على حسب الاهداف اللي احنا حطيناها في الخطوه السابقه. رقم 5، ايه هي المصادر المقرر اللي يقدر يستفيد بيها الطالب او المتدرب ويرجع لها، بتبقى مصادر اضافيه بعيد عن المحتوى العلمي اللي هو تم تحديده له ان هو يدرسه، ممكن تبقى حاجات اسرائيليه او حاجات زياده عشان يقدر يوصل لها او من خلالها يقدر يعمل بحث زياده. رقم 6 اللي هي الانشطه التعليميه، الانشطه التعليميه متنوعه ونقدر من خلال دورات كثيره او مؤسسات تدريبيه كثيره نتكلم عن الانشطه التعليميه، وفي زملاء كثير سبقونا في التدريس في الجلسات السابقه باستخدام مواقع مختلفه واستخدام الابلكيشنز بتاعت الاوفيس 365 والتيمز وغيره ان احنا نعمل انشطه تعليميه سواء داخل الفصل او اونلاين. رقم 7، لازم يكون أي مقرر تدريبي أو تعليمي أنا بقدمه لازم في نهاية كل وحدة وفي نهاية المقرر بالكامل لازم يكون في تلخيص للمفاهيم والمهارات والقيم اللي أنا قدرت إن أنا أقدمها للطلاب والدارسين في الفترة السابقة. رقم 8، التقييم. التقييم ده اللي هو زي ما بيقولوا اللي هو التاج النهائي للمقرر الالكتروني اللي من خلاله اقدر اعرف الطلبه او الدارسين استفادوا من الدوره التدريبيه او المقرر الالكتروني ده ولا لا، وله انواع كثيره. في هنا تقييم وفي تقييم تاني هنتكلم عليه قدام شويه، وفي اختلاف بينهم كبير. التقييم اللي اقصد بيه اللي اقصده هنا ان انا اقيم الدارس او الطالب او المتعلم، اما التقييم الثاني هيجي ذكره قدام ان شاء الله وهنقول معناه ايه. ورقم 9، ودي لازم تكون موجوده في اي مقرر دراسي الكتروني، اللي هو بطاقه الاداء، بطاقه الاداء اللي هي الخاصه بالطالب او بنسميها البروجريس بتاعنا. كل طالب لما بيجي يدرس المقررات الالكترونيه التفاعليه بيبقى فيها ميزه مهمه جدا ان انا بقدر اعرف الخطو الذاتي او السيلف بيزد بتاع الطالب قدر يدخل على ايه ويتعلم ايه ودرسه في وقت قد ايه، ولما دخل على اختبارات ايه الاختبارات اللي قدر يعني يبقى باص فيها ينجح فيها، والاختبارات اللي ما بقاش باص الاسئله صحيحه والاسئله اللي كانت الاجابات خاطئه، بحيث ان انا إن يبقى عندي داشبورد كامله اعرف امكانيات الطالب اللي قدامي ودراسته وحضوره ومشاركته في الانشطه ومشاركته في المناقشات مع سواء مع المعلم او المدرب او كمان مع زمايله من الدارسين والطلاب. فبطاقه الاداء ديت وبيبقى لها مسميات مختلفه على حسب المنصه او البرنامج اللي بستخدمه. طيب مراحل انتاج المقررات الالكترونيه. مرحله انتاج المقررات الالكترونيه اولا قبل ما اتكلم عن مراحل انتاجه، هو مش واحد بس اللي بينتجه ولكن بيبقى فريق عمل كبير جدا. عشان اعرف فريق العمل هقدر الاول اعرف ايه هي المراحل، فلما اعرف المراحل هيتيقن ان ما ينفعش واحد بس هو اللي ينتج المقرر الالكتروني. اول حاجه عمليه التحليل. مرحلة التحليل اللي هي خاصة بقراءة المحتوى، أقدر أعرف المحتوى وأحلل خصائص الدارسين بتوعي. كل مرحلة دراسية من سواء مرحلة ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي لها خصائص معينة، المرحلة الجامعية لها خصائص تانية، لو أنا بدي دورات تدريبية لناس في العمل بيبقى خصائص مختلفة تماماً. البيئة التعليمية اللي أنا هقدم فيها المقرر الإلكتروني. النقطة الأخيرة اللي هي معرفة الأهداف اللي أنا المفروض أتضمن داخل المقرر الإلكتروني. المرحلة الثانية اللي هي عملية التصميم.
والتصميم ديت ممكن نعملها دورات بالاتفاق مع الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، نعمل دورة للتصميم التعليمي، إزاي أصمم التعليمي، لأنها لها خطوات كتيرة ونظم كتيرة ونماذج مختلفة، وأي مقرر إلكتروني لازم يكون يستند إلى تصميم تعليمي ونظريات تربوية. إن شاء الله ممكن نتكلم عليها في دورات تانية، ولكن إحنا النهاردة هنتكلم على الإنتاج اللي هو التطوير، زي ما بيقولوا تطوير المقرر الإلكتروني من خلال داخل مرحلة التصميم. في عندنا تحديد الأهداف التعليمية، بحددها بشكل سلوكي أقدر أقيسه، في جمع الموارد وتحديد الوسائل التعليم، الحاجات العناصر اللي هقدر أحطها داخل المقرر الإلكتروني أقدر لازم أجمعها في المرحلة ديت، بحدد وأرتب تدفق المحتوى، لأن المحتوى ممكن يبقى متسلسل أو متشعب، تمام؟ دي على حسب المحتوى وحسب الطريقة اللي أنا عارضها بيها، أو النموذج أو النظرية التربوية اللي أنا بتبعها. آخر نقطة اللي هي تحديد طريقة التقييم، ودي بتختلف برضو من مقرر لآخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى، ومن هدف إلى آخر. دي المرحلة بقى، أهم مرحلة اللي إحنا هنتكلم عليها النهاردة كمان شوية، اللي هي مرحلة تطوير المقرر الإلكتروني اللي هو إنتاجه بالفعل، إن أنا أعمله بشكل إلكتروني. لازم في المرحلة ديت بجمع وبنتج الصور والفيديوهات اللي بتبقى اللي أنا هستخدمها في إنتاج المقرر الإلكتروني، بنتج التمارين التفاعلية والتمارين الذاتية اللي هقدمها للطلاب وللدارسين، زي اللي هي اختبارات والكويزات والتست، سواء ما بين الوحدات أو في نهاية المقرر. في النهاية خالص بعمل عملية تحزيم أو باكج للمحتوى علشان أقدر أدخل على المرحلة التالية. التحزيم ديت إن أنا أجمعه في حزمة واحدة عشان أوصل للمرحلة اللي بعدها، اللي هو إيه؟ التطبيق. في مرحلة التطبيق، الحزمة اللي أنا أنتجتها في مرحلة التطوير، وهنعرفها إن شاء الله في جلسة من الجلسات، والنهاردة هندي نبذة سريعة عنها، ازاي اركب المحتوى اللي انا عملته دوت على نظام، على اي نظام من نظم اداره التعلم اللي هو ال ام اس، اللي هو ليرنينج مانجمنت سيستمز، ودي نظم تعليميه مختلفه برضو بيبقى لها دورات ولها سلسله من الجلسات مستقله. الجزء الثاني ان انا بدرب الناس اثناء التطبيق ديت، بدرب المدربين او المعلمين والمتدربين او الدارسين او الطلاب على ازاي يستخدموا هذا النظام او المنصه ديت. زي كده لو احنا نفتكر لما اشتغلنا على منصه ادمودو او اشتغلنا على التيمز او غيره من برامج تقديم المحتوى، حصل تدريب للمعلمين وللطلاب ازاي يستخدموا المنصات ديت. بعد كده نيجي بقى على مرحلة مهمة جدا اللي هو التقييم، آخر مرحلة من مراحل إنتاج المقررات الإلكترونية. مرحلة التقييم هنا دي النقطة اللي كنت بتكلم عليها من شوية، مختلفة عن النقطة السابقة. النقطة السابقة كنا بنختبر الطالب، أما دلوقتي إحنا بنختبر البرنامج وليس الطالب. بقدر أعمل عملية تقييم لمدى فعالية وجودة المقرر اللي إحنا قدمناه، وفي بيتم على مرحلتين، تقييم بنائي وتقييم إحصائي. عفوا، التقييم بيتم على المرحلتين، أثناء التقديم، أثناء ما أنا ماشي وأنا بدرس أو بقدم المقرر أو الوحدة التدريبية للطلاب أو للدارسين، وأبتدي أعرف إيه المميزات، إيه العيوب، إيه الحاجات اللي محتاجة تتطور أو تتغير في وقتها. وفي الاخر خالص بقدر اقيم بشكل عام البرنامج او المقرر الالكتروني اللي انا قدمته وعلى المنصه اللي انا قدمتها، علشان بعد كده اقدر اعيد استخدام هذا المقرر مع طلاب اخرين. لان المقررات الالكترونيه من اهم مميزاتها ان انا بنتجها مره واحده، والتعديل او التقديم بيبقى العد لمرات كتيره ولكنه بدون اجهاد على المطورين. بعد كده عايزين نعرف بقى برامج انتاج المقررات الالكترونيه عباره عن ايه وانواعها ايه. في برامج بسيطه زي برنامج الباوربوينت. البرنامج الباوربوينت
من وجهة النظر العلمية وخاصة بتكنولوجيا التعليم لأن ده تخصصنا، هو برنامج بسيط جدا وبيقدم المحتوى بشكل بسيط سريع في الاستخدام. أي حد حتى اللي ما عندوش أي إمكانيات في معرفة الجوانب الخاصة بالكمبيوتر ممكن يعمل استعراض للأفكار بتاعته من خلال الباوربوينت بشكل بسيط وسلس جدا، مش محتاج خبرات تكنولوجية كبيرة، ولكن إمكانياته بسيطة جدا. ما أقدرش أستخدمه على منصات تعليمية بشكل كامل، يعني أنا ممكن أنتج الملف في الباوربوينت وبعد ما أنتجه أعمل له عملية سواء شير على أي منصة أو أي حاجة، بيبقى عبارة عن ملف لكن ما فيهوش التفاعل اللي أقدر أوصل بيه لحاجات تانية كتيرة جدا. المميزات اللي ممكن يعملها لي البرنامج اللي إحنا هنتكلم عليه النهاردة وهنشوف إمكانياته عاملة إزاي. برضه برنامج ولكن عفى عليه الزمن يعتبر، ده لو نفتكر فيه كان شركة كبيرة جدا اسمها الماكروميديا، كانت عاملة برنامج الأسر وير، وبعد كده لما تم بيعها لشركة أدوبي خدت البرنامج الأسر وير، ولكن كان فيه برامج تانية وأجيال تانية من البرامج قدروا يستفادوا منها في صناعة عمليات التعلم الإلكتروني أو برامج التعليم الإلكتروني. الأسر وير الناس اللي هي استخدمت دخلت امتحانات الاي سي دي ال والكلام ده معمول بالأسر وير، هو برنامج قوي وكل حاجة، ولكن الأسلوب بتاعه اللي هو كان المتسلسل التفاعل بتاعه بسيط، محتاج خبرة كبيرة جدا في الكمبيوتر وفي البرنامج نفسه علشان تقدر تتعامل معاه، عشان تقدر تتعامل مع تعمل تفاعل جواه محتاج ان انت كمان تتعلم لغة برمجة خاصة بيه هو علشان تقدر تعمل تفاعل داخل برنامج الاوسر وير. جاي بعد كده الاجيال الجديدة، اجيال جديدة جدا من برامج انتاج المحتوى او المقرر الالكتروني، ابسط في الاستخدام واقوى في الفاعلية. زي ايه بقى البرامج المتقدمة ديت؟ عندي الادوب كابتيفيت اللي احنا بصدد الشغل عليه النهارده، ده اول انتاج له او اول اصدار كان من 2004 تقريبا وناس كتير بتستفاد بيه. البرنامج التاني اللي هو برنامج الارتيكوليت، في برامج كتير جدا من البرامج ديت، ولكن انا بقول بذكر اهم اتنين اللي بنسموهم الليدز اللي هم واخدين صناعه التعليم على مستوى العالم. اي منصه تعليميه متقدمه وكبيره أو أي شركة عايزة تعمل تدريبات أو تعمل مقررات إلكترونية متقدمة لازم هتستخدم واحد من المنتجات ديت، سواء أدوبي كابتيفيت أو الأرتيكوليت. طيب في نوع تاني من التقسيمة اللي هي في برامج بنسميها برامج سطح المكتب، تمام، زي الأدوبي كابتيفيت الأرتيكوليت الأيس برينج او اللي موجود في الصوره ديت الليكتوره وغيره. دي كلها برامج بتبقى بقدر اثبتها على جهاز الكمبيوتر عندي عشان انتج بيها مقررات الكترونيه علشان بعد كده اقدر احطها على ال LMS او نظم اداره التعلم. في نظم تانية وهنحاول سريعا نقدر نفرق ما بينهم، في تانية برامج تانية معتمده على حاجه اسمها الحوسبه السحابيه، يعني البرنامج مش محتاج اثبته على جهازي، ممكن ادخل على من خلال العنوان وعلى اليو ار ال بتاعه على الانترنت واقدر اسجل عليه وانشئ محتوى الكتروني. زي ايه؟ زي الليتموس اوفر واللكتوره اونلاين، دي مواقع، وفي طبعا الصوره هنا بتبين لنا انواع كتيره مختلفه من برامج الحوسبه السحابيه اللي بتستخدم في انتاج المقررات الالكترونيه. طب انه الاسهل وانه الاحسن وانه الافضل؟ البرامج الحوسبه السحابيه ديت طبعا ده اتجاه صاعد دلوقتي، ولكن له ميزه وله عيب. الميزه بتاعته هو سهل جدا ان انا اقدر اعمل بيه دروس تعليميه، يعني يعتبر زي كده نظام اللي هو مديني نماذج وقوالب اقدر احط فيها ايه هو المحتوى، ايه هي الاهداف، ايه هي كذا، وابتدي اعمل المحتوى الالكتروني بتاعي بمنتهى السهوله وبمعلومات في الكمبيوتر حتى لو كانت بسيطة أقدر أحط المحتوى بتاعي. العيب بقى اللي هو اللي مش موجود فيه وموجود في كميزة في برامج سطح المكتب، اللي هو التفاعلية الزيادة، أو إن أنا أقدر أعمل برانش، أقدر أعمل
زي ما بيقولوا كده تفريع، لو كل دارس وهو بيدخل يدرس اي محتوى يقدر يدخل في مسار واحد او اثنين او ثلاثه. الحوسبه السحابيه او برامج الحوسبه السحابيه تفتقر الى هذا العنصر لغايه دلوقتي. تمام، الحكاية الذكاءات او ان انا احط فيها بعض الاكواد عشان اعمل حاجه معينه لسه مش موجوده فيها. البرامج سطح المكتب ما زالت لسه متميزه في انتاج البرامج التعليميه او المقررات الالكترونيه، علشان كده احنا بنشرح احد برامجها النهارده. طيب احنا بقى ندخل بقى دلوقتي، جاءت لحظه الحقيقه زي ما بيقولوا، هندخل على برنامج ادوب كابتيفيت. عشان استخدم الادوب كابتيفيت لازم اعرف متطلبات التثبيت بتاعه. اول حاجه انا ممكن انزل نسخه منه من على موقع ادوبي دوت كوم، ببحث على كلمه كابتيفيت، هلاقي اخر اصدار منه كابتيفيت 2019، واقدر انزل نسخه من البرنامج واثبتها على جهازي. طيب النسخة ديت ايه هي متطلباتها عشان اقدر اثبتها على الجهاز بتاعي؟ لو انا الجهاز بتاعي ويندوز طبعا ممكن تشتغل على الويندوز او الماكنتوش، بس انا عشان معظم الناس بتشتغل على الويندوز هنعرف ايه سريعا كده. لازم البروسيسور بتاعي اقل حاجة لازم يكون 2 جيجا هرتز السرعة بتاعته، نظام التشغيل بتاعنا 7 او 8 او 10، وما بيشتغلش غير على نظم تشغيل 64 بت، يعني ما بيشتغلش على ال 32. لازم الرامات بتاعتنا تبقى 4 جيجا على الاقل. الهارد ديسك بتاعي لازم يكون فيه مساحه للتثبيت فاضيه 10 جيجا على الاقل، يعني 10 جيجا على السي. الريزوليوشن اللي يقدر يتعامل معاه اقل شيء اللي هي 1024 في 768 ريزوليوشن الشاشه. الادوب كابتيفيت لما بينتج المقرر بينتجه على في كذا نوع من الامتدادات، او عشان اطلع الببلش بتاعه في اللي هو الاس دبليو اف او اللي هو الفلاش، لازم استخدم فلاش بلاير، والبراوزرات اللي هو البراوزرز اللي تقدر تدعم الفلاش بلاير اللي هو الانترنت اكسبلورر 8 فيما فوق، والكروم والفايرفوكس. اما اخر الاصدار الخاص بال HTML5 يقدر يتعامل مع البراوزرز اللي موجوده ديت، انترنت اكسبلورر من 9 فيما فوق، مايكروسوفت ايدج اللي هو اخر اصدارات المستعرضات الخاصه بشركه مايكروسوفت، جوجل كروم 67 فيما اعلى، وفايرفوكس 60 فيما اعلى. طيب اللانجوج انترفيس، اللانجوج انترفيس اللي هو واجهة التفاعل او واجهة اللغة الخاصة بالبرنامج بيتعامل مع اللغات ديت، انجلش وفرنش وجيرمان وجابانيز وكوريان وبرتغالي واسبانيش. دي اللغات اللي هو واجهة التفاعل بتاعتنا اللي هي القوائم الخاصة بالبرنامج، لكنه بيدعم اللغة العربية ايضا جوه البرنامج، او اللي هي اللغات اللي بنسميها الـ RTL اللي هي Right to Left داخل البرنامج نفسه. يعني لو حبيت احط محتوى باللغه العربيه اقدر احط محتوى باللغه العربيه على المقرر بتاعي. بعد ما عرفنا المتطلبات بتاعتنا نيجي على ايه اللي مطلوب مننا في الدوره ديت ان شاء الله. اول حاجه احنا ان شاء الله هنعرض على حضراتكم دلوقتي او نشير لينك خاص بان احنا انشانا مجموعه على التيمز للتواصل والدعم خاصه بالكابتيفيت. اي سؤال او اي استفسار في اي وقت ممكن تشاركونا وتنضموا معانا في الفريق الخاص بالادبي كابتيفيت، نتشارك مع بعض اللي درسناه، واي حد بيجي ينتج اي حاجه او بيجرب اي حاجه يقدر يتواصل معانا وفريق الدعم الخاص بالادبي كابتيفيت ويشرفنا اي تساؤل واي استفسار فيه. الجزء المهم جدا ان احنا عايزين نستكمل حضور جميع جلسات الدوره التدريبيه الخاصه ببرنامج الادبي كابتيفيت، وفي نهايه الدوره التدريبيه هيكون حضرتك قادر على تطوير مقرر الكتروني في ماده التخصص بتاعك،
ويشرفنا ان احنا نتشارك مع بعض الافكار الخاصه بالتطوير المقرر دوت في جميع المراحل بتاعته، ونتناقش فيها ونطور فيها، ولو في اي ملاحظات نعملها. ويشرفنا كمان ان احنا نقدر نستخدم المقرر اللي حضرتك عملته. ان شاء الله الاستاذه نصره هتشير لكم الجروب بتاع التيمز، وكمان الاستماره الخاصه بالتقييم الدوره التدريبيه اللي احنا بصددها النهارده، ونعرف كمان احتياجاتكم التدريبيه علشان تقدروا تساعدونا في عمل خطه مستقبليه للبرامج التدريبيه. نيجي دلوقتي بقى ان شاء الله على البرنامج الادوبي كابتيفيت نفسه. الادوبي كابتيفيت الادوبي كابتيفيت هو دوت الواجهة بتاعته. طبعا انا بفتحه من هنا من كلمة ستارت، وبعدين بلاقي الرمز بتاعه الادوبي كابتيفيت هنا. طيب قبل ما افتح البرنامج وانا بثبته ملحوظة بس حضرتك، بعد ما بتنزله وتيجي تثبته يفضل ان يتم تثبيته وحضرتك قافل النت، علشان النسخة اللي موجودة هتتفعل معاك تقريبا 30 يوم، وبعد كده حضرتك لو تحب تستخدمه بأي طريقة أو بأخرى ممكن نتواصل إزاي أقدر أفعل النسخة اللي عندي، سواء ممكن تتواصل مع الشركة في الشراء نسخة من البرنامج، أو إن أنت إزاي تقدر تعمل إعادة تهيئة للجهاز بتاعك إن هو يفعلها ل 30 يوم أخرى. أول ما بشغل البرنامج دي الواجهة بتاعتي بيبقى فيها عندي 3 تابس موجودة فوق، حاجة اسمها الريسنت. الريسنت ده اللي هي المشاريع الحالية اللي أنت ممكن تكون أنتجتها ومتخزنة عندك على الجهاز قبل كده. النيو دي اللي هنشتغل عليها دلوقتي، إن أنا أنشئ مشروع جديد. الريسورسز اللي هي المصادر، أقدر أستخدم مصادر شركة أدوبي عاملاها أقدر أحطها في المشروع بتاعي أو في المقرر بتاعي. الادوبي كاتيفيت بيتيح لي وانا لما اجي اعمل نيو ديت بيتيح لي 6 انواع من البروجكتس او المشاريع. اول حاجه اللي هو البلانك بروجكت، مشروع فارغ تماما، وده اللي هنبتدي عليه من دلوقتي ان شاء الله. مشروع فارغ تماما ننشئ من خلاله مقرر الكتروني. النوع الثاني وده متقدم ان شاء الله ممكن نعمل له جلسه متقدمه تدريبيه اخرى، اللي هو الفيرتشوال رياليتي بروجكت، مشروع خاص بالواقع الافتراضي. الاحتمال الثالث او الاختيار الثالث اللي هو حاجه اسمها ريسبونسيف بروجكت، ده مشروع بيسموه اللي هو الاستجابه السريعه او اللي هو قابل للتعديل. لما بعمل بروجكت او مقرر اقدر استخدمه سواء على الكمبيوتر على سطح المكتب العادي او على الموبايل او على التابلت، يعني يقدر يبقى بنسموه متجاوب لحجم اي شاشه انا بتعامل معاها او بدرس بيه البرنامج ده. ورابع اختيار اللي هو لو انا كنت عامل بروجكت او ماده تدريبيه على الباوربوينت، بيتيح لي ان انا اعمل لها امبورت استيراد من الباوربوينت واحطها في برنامج الادوبي كابتيفيت، ودي برضو هنشرحها بعد كده. الاختيار الخامس اللي هو الفيديو ديمو، ازاي اعمل ديمو او عرض فيديو لاي شيء انا بستخدمه. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اشرح الادوبي كابتيفيت او اشرح برنامج الاكسل او برنامج الباوربوينت، اقدر اعمل عرض فيديو مصور ازاي ان انا مثلا اتعلم برنامج الاكسل او برنامج الباوربوينت او ان انا استعرض مواقع انترنت وخلافه. الجزء بقى الجميل اللي مش موجود في البرامج اللي هي التقليديه زي الباوربوينت العادي او غيره، اللي هو السوفت وير سيموليشن، وده حاجه ميزه جميله جدا في الكابتيفيت، ان انا ممكن ادرب واحد على مثلا برنامج الاكسل او استعراض موقع معين او اي برنامج اخر واخليه يمشي معايا خطوه خطوه، فبنسميه ده السوق اللي هو محاكاه البرامج، وان شاء الله برضه هنشرحه قدام ان شاء الله. اهم حاجه ان انا وانا بعمل الخطوات اللي احنا هنشرحها ديت ما نستعجلش، ممكن للوهله الاولى
تفتكر ان البرنامج اللي قدامنا ده اتعامل زي الباوربوينت؟ اللي يعرف اساسيات الباوربوينت هيعرف يتعامل في جزء كبير جدا من في البدايه زيه بالظبط، لان مش ما يفرقش في البدايه عنه حاجه، ولكن لما نيجي ندخل بقى في المراحل المتقدمه هنلاقي فرق، وفرق كبير جدا بينه وبين اي برنامج اخر. هنختار اول حاجه اللي هو من نيو، هنختار حاجه اسمها بلانك بروجكت. اول ما ندوس على كلمه بلانك بروجكت هيبقى الكانفاس اللي هي الكانفاس اللي هي اللوحه اللي هنشتغل عليها مساحتها كام. اول ما بدوس هنا على السهم اللي في الجنب هو اختار اوتوماتيك اللي هو 1280 اللي هو عرض الشاشه في 720 ارتفاع الشاشه، 1280 بكسل في 720 بكسل. لو ده اللي انا عايزه بختاره، لو انا عايز حاجه تانية اختار اللي انا عايزه. طب لو انا عايز انتج المكرر ده او الفيديو ده عشان انشره على اليوتيوب فبيدي لك اختيارات. لو انا هعمل فيديو يتناسب مع الايفون او الايباد في اختيارات تانية، الاجهزه الاندرويد، او لو انا هستخدم الديسكتوب. الديسكتوب الرقم اللي موجود دوت 1440 في 1080 ده الريزوليوشن بتاع شاشة الجهاز، فهو خد الريزوليوشن الشاشة بتاعتي انا عايز اطبق عليها الشاشة ده ولا لا، او الريزوليوشن ده ولا لا، فبختار اللي انا محتاج ان انا احطه في البروجكت. طب لو انا مش عاجبني اي رقم من دول خالص وعايز اعمل تصميم وابعاد مختلفة، بختار حاجة تانية اسمها كاستم، وابتدي احط الابعاد بتاعتي سواء الويتس او الهايت، الارتفاع العرض والايه والارتفاع بغيرهم يعني. انا هختار الاختيار الافتراضي اللي هو كان عامله لي اللي هو ال 1280 في 720، تمام. ونخلي بالنا جدا لو انت هتعمل تصوير فيديو لازم الريزوليوشن اللي انت عامله في الكانفاس يبقى نفس ريزوليوشن الديسكتوب بتاعك. يبقى اختار من هنا ال 1440، او لو انا هعمل ال 1280 ارجع عليه سطح مكتب بتاعي واعمل كليك يمين واختار البروبريتيز بتاعتي بتاعت سطح المكتب او سوري الديسكتوب ريزوليوشن، واختار منه اغير الريزوليوشن بتاعي 1280 في 720 عشان ياخد لي الديسكتوب كامل. في ملحوظه مهمه جدا قبل ما انساها، وحضرتك بتشغل الادوب كابتيفيت في بعض الاوقات ممكن ما يرضاش يشتغل. السبب الأساسي هنا لو حضرتك مثبت فونتات خارج فونتات الويندوز، مش كل الفونتات أو الفونتس بتشتغل على الأدوب كابتيفيت ويقبلها، فلازم نبقى عارفين إيه الفونتس اللي نقدر اللي إحنا محتاجينها، بس هي دي اللي أحطها في الفونتس بتاعت الويندوز علشان يقدر الأدوب كابتيفيت يشتغل. لو حصل إن هو ما اشتغلش امسح أي فونتس موجودة عندك غير الأساسية في الويندوز. هنيجي نختار من هنا بعد كده كرييت. أول ما بدوس كرييت إداني الشاشة ديت اللي هي الخاصة بالمحتوى بتاعي اللي أنا هشتغل عليه، دي الشاشة الرئيسية. إحنا في الشاشة ديت لازم نخلي بالنا من عدة عناصر لازم تبقى واضحة لنا من أول حاجة. أنا لما باجي هشرح الأدوب كابتيفيت مش هشرح قايمة قايمة، ولكن كأني بعمل بروجكت في الآخر هنطلعه. أول حاجة لازم تدور في ذهني، هل في عناصر هتبقى ثابتة هدخلها في البروجكت بتاعي ومش وما و طبعا موجوده في كل الشاشات؟ لو هو دوت اللي هيبقى في ذهني لازم احدد حاجه مهمه جدا اللي هو قائمه ويندو، نختار منها حاجه اسمها الماستر سلايد. الماستر سلايد بتاعنا فارغ تماما بلانك. هل الماستر سلايد ديت، وطبعا دي شاشات حاجات تانية اللي هي خاصه بشريحه التايتل، الشريحه البلانك الفارغه، شريحة الكونتنت المحتوى هكذا.
اللي عنده اي خلفيه طبعا بالباوربوينت، واكيد الكل عنده خلفيه بالباوربوينت، يبقى عارف فكره الماستر سلايد. هنا انا هعمل ايه؟ هل الباك جراوند بتاعتي كاستم يعني متغيره من شاشه لشاشه، ولا انا محتاج حاجه تانية، محتاج احط الوان اخرى؟ فممكن اختار السلايد كلر من هنا، اقدر اختار اي لون من هنا كده، هيبقى في كل الشاشات. لو عايز اختار الوان اخرى، في الوان زياده من القوائم ديت، دي كلها باليتات اقدر احط منها او اختار منها ايه خلفيه السلايد بتاعه والماستر سلايد بتاعه. طيب ده بالنسبه للايه، للخلفيه بتاعه الشاشه. طيب لو حبيت احط مثلا شيب معين، وليكن ده من الشيب ديت، في اشكال كتيره اقدر اختار من هنا مثلا، وليكن ارسم مستطيل. المستطيل ده اترسم، اقدر اغير الابعاد بتاعته، واقدر كمان اغير اللون والشكل وهكذا. الفيل كلر بتاعي وليكن اللون الاصفر او اي لون اخر. السوليد دوت لو انا عايز اعمل الوان معينه والجريدينت وهكذا، ولا هعمل صوره معينه واختار الصوره ديت انه شكل، دي كلها خاصه بالظبط، وبيديك امكانيات زيها زي الايه، زي الباور بوينت بالظبط. في الاوبيسيتي هنا، هل اللي هي الخاصه بالشفافيه، هل هو سوليد تماما يعني انا مش شايف اي حاجه وراه، كان 2% كده انا مش شايف اي حاجه ورا الشكل ده. كل ما اخفف الشفافيه الحاجات الخلفيه اللي في الخلف هتبان لي ايه اكتر. اعتقد كده الشفافيه زادت قوي، عشان كده بان اللون الرمادي اللي في الخلفيه لو انا وصلتها 100% تاني مع اللون الثابت بتاعها. طيب اللون اللي في الحواف ديت باللون الاسود، فاقدر اغير اللون الاسود دوت اخليها بالازرق، او اقدر اخليها باي لون تاني او اقول له من غير لون خالص. تمام. طيب لو انا كده انا بحدد اللون، طب النمط الستايل بتاع الستروك نفسه، الخط ده هل خط مستقيم ولا خط متقطع، خط فيه نقاط وهكذا. طيب لو انا بقى عايز الغي خالص الحدود، يبقى اعمل الويدز بتاعه زيرو. لما اعمل الويدز زيرو وادوس في اي حته فارغه، مش هلاقي اي حدود تماما، رغم ان هو كان له لون وكل حاجه وله نمط، ولكن ما دام انا مديله زيرو كانه مش موجود خالص. طيب انا كده لما عملتها، عملت الشريحه ديت حطيت فيها المستطيل، انا بدي مثال بس دلوقتي، ان احنا لو جينا قفلنا الشاشه بتاعه الماستر سلايد هنطلع منها خلاص قفلناها، ورجعنا لحاجه اسمها الفيلم ستريب، ده اسمه الفيلم ستريب، واول شريحه اهيت هنلاقي فيها المستطيل الثابت. لو جينا نضيف اي شريحه اخرى وليكن برضو بلانك سلايد، تمام، البلانك دي بتبقى فارغه. اما لو اي نوع تاني كويشن سلايد، تمام، او كونتنت سلايد، انا ما حفظتش سوري ما حفظتش الخاصه بالماستر سلايد، عشان كده ما ظهرتش في البي ماستر سلايد اهيت. ده الباك جراوند بتاعنا، ده هيبقى البروجكت كله ماشي. طيب هنيجي بعد كده، انا الشغل بتاعي دايما لازم ابقى واخد بالي ان انا لازم اعمل دايما في كل تعديل اعمل عليه ايه، سيف. هدوس كلمه سيف عشان اخزن البروجكت بتاعي. بيقول لي انت هتخزن البروجكت بتاعك ده فين، اقول له مثلا على سطح المكتب، واختار مثلا نيو بروجكت، المجلد اللي انا هسميه، اللي انا هحط فيه،
وممكن اسمي مثلا انجلش، لو انا مثلا بعمل مقرر في اللغه الانجليزيه انجلش 1. نلاحظ هنا ان الامتداد بتاعي اسمه ايه؟ Activate File CBTX. اما لو انا هنشئ المقرر دلوقتي على انه تمبلت اقدر استخدمه في مشاريع اخرى، هيبقى الامتداد بتاعه CBT فقط، اللي هو الكابتيفيت تمبلت. احنا هنخليه كابتيفيت فايل CBTX، نقول له ايه؟ سيف. هنلاحظ هنا ان التاب اللي فوق دوت اتغير اسمه، بعد ما كان Untitled اسمه English 1، لان انا ممكن افتح كذا مشروع جنب بعض وابتدي اتعامل معاهم. طيب في حاجه مهمه جدا في الماستر سلايد برضو، اللي هو حضرتك التايمنج بتاعنا. هل اقدر احدد التايم بتاعنا؟ لو احنا جينا بصينا كده، لو انا خرجنا تاني من الماستر سلايد ورحنا للفيلم ستريب، تمام، لو انا جيت هنا في حاجه اسمها التايم لاين، التايم لاين فوق هنا هنلاحظ ان من الزيرو اللي بيشتغل الادوب كابتيفيت بيشتغل بمده زمنيه، هنلاقي من الزيرو ل 3 ثواني، دي المده الافتراضيه السلايد دوريشن 3، ده البروبريتي بتاعتنا. طيب معنى كده ان لو عملت بريفيو دلوقتي للشغل بتاعي بعد 3 ثواني البروجكت ده ايه؟ هيقف. لو انا عايز اطول المده بطولها، ده على حسب المحتوى الدراسي اللي انا هحطه جوه ايه جوه الشاشه ديت او السلايدز ديت، لازم ابقى عارف، لان بعد كده هحط بعد كده شيبس مختلفه، تمام، شيب زي كده. طيب الشيب دوت هيتعرض امتى؟ تمام، الشيب زي ديت هيتعرض امتى؟ وهكذا. تمام، كل شيب من دول لها خصائص مختلفه، والخصائص بتاعتنا بتعتمد على سواء حجمها او لونها او غيره، وفي نفس الوقت اهم حاجه هتظهر امتى جوه الفيلم ستريب بتاعنا او التايم لاين بتاعنا. لو احنا جينا بصينا هنا مثلا الجزء اللي هو الخاص بالشكل الهندسي ده، طبعا انا بحدده في البروبريتيز بتاعتنا، في عندي حاجه اسمها سمارت شيب 2، ده اسمه كل اوبجكت عندنا في الشاشه بيبقى له اسم موجود فوق هنا وفي نفس الوقت موجود في التايم لاين بتاعها. انا يهمني ان اسمي كل حاجه باسم مختلف علشان اقدر اميزه بعد كده في الاستدعاء بتاعه، او لو حبيت احط له برمجه معينه او غيره. فهنسيبه سمارت شيب 2، تمام، وده سمارت شيب 3 هو مسميه كده، مفيش مشكله، اقدر اغير الالوان الخصائص اللون بتاع كل شكل زي ما احنا متفقين، او اللون بتاعه او الاوبيسيتي والستايل والستروك، ده لكل عنصر احنا عاملينه، وده نفس الحكايه. طيب ايه بقى اللي يهمني دلوقتي؟ ان انا في التايم لاين بتاعي انا عايز اعرف دلوقتي التايم لاين بتاعي هيظهر ازاي الشكل. لو انا جيت عملت دلوقتي من قائمه بريفيو وهقول له بريفيو فروم ذيس سلايد، اعرض لي من هذه الشريحه، بيدينا المستعرض دوت او الخاصه الشاشه الخاصه بالبريفيو او الاستعراض، بقوم دايس على السهم ده اداني شكل وابتدى ينقل على الشريحه سلايد 2 بعدين سلايد ايه 3، ما توقفش ولا اي حاجه خالص. بس لو لاحظنا هنا الشريحه ديت قعدت 3 ثواني تقريبا واختفت وراحت على الشريحه اللي ايه اللي بعديها. لا انا عايز بقى اغير الوضع ده، الشريحه سواء البانر اللي فوق او الحاجات الاشكال الهندسيه ديت ظهرت كلها مع بعض، فاعمل ايه عشان اغيرها؟ كل شكل موجود هنا هو بيقول لي هنا في البروبريتس بتاعه الخصائص بتاعته زي ما احنا اتفقنا. طيب امتى هيظهر وامتى هيختفي؟ هروح لكلمه تايمنج. التايمنج بيقول لي هيتعرض لمده 3 ثواني وابير افتر زيرو، يعني يظهر مع اول لحظه العرض هذه الشريحه. فانا ممكن من هنا او مدايس عليها كده واقوم مختار كاتب مثلا 2،
لو احنا لاحظنا هنلاقي التايم لاين اختلف تماما، المدة بتاعته زادت، لان انا قلت له انه هيستمر في الظهور لمدة 3 ثواني اللي هو السبيسيفيك تايم، ولكن يظهر بعد كام؟ بعد ثانيتين. هنفاجئ ان الشريحة كلها اتغير الحجم بتاعها، بعد ما كانت 3 ثواني اصبحت كام ثانية؟ 5 ثواني. طيب انا ممكن طبعا بالمؤشر بتاع الماوس ده، لو احنا شفنا كده الماوس في سهم يمين وشمال، لو دنتني مستمر على الضغط على الماوس اقدر اسحب يمين وازود او اي اقلل، او ادوس دبل كليك واغير المدة بتاع ظهور او الوقت ظهور الايه الاوبجكت دوت او الشريحه دي. طب الحاجه ديت انا لما جيت اخترتها وغيرتها بعد ما كانت ثانيتين وغيرتها لثانيه، لو احنا لاحظنا هنا ما بقاش واصل لاخر الايه السلايد، وده ممكن يقابلنا كتير جدا، ان ممكن يبقى عنصر انت عايزه يظهر دلوقتي بعد ثانيتين او بعد 3 او بعد 10، ولكن عايزه يستمر في الظهور لاخر الايه السلايد. فما ينفعش ان انا كل مره باجي اغير المدة بتاعت السلايد بتاعي 5 او 10 او 20، هدخل امر على شيب شيب او شكل شكل واغير المدة بتاعته. امال اغيرها ازاي عشان تبقى مستمر بتاعي لو عدلت في اي وقت الخصائص بتاعت الشريحة؟ بدل كلمة سبيسيفيك تايم هقوم مختار حاجة اسمها ايه؟ ريست اوف سلايد لباقي الشريحة. اما لو انا عايزه لباقي البروجكت يعني يظهر معايا لكل البروجكت، هقوم مختار ريست اوف بروجكت، اي ما يكون مده البروجكت ده كده، فانا هقول له ريست ايه اوف سلايد. عفوا، هنلاقي كده ان مده الظهور اختفت، واللي بقيت بس اللي هو هيظهر امتى ابير افتر قد ايه. وهنا الشريحه بعد او الاوبجكت دوت ابتدى بعد ثانية واستمر لمدة كمان المدة كلها. لو أنا غيرت المدة بتاعة الشريحة كلها على بعض، هنجي نبص هنا كلمة سلايد الشريحة كلها أقدر أغيرها من هنا، هلاقي بيمتد معايا كمان نفس العنصر بيمتد. أما الأوبجكت التاني فلو أنا جيت عملت بريفيو هيظهر من أول لحظة، ولكن هيختفي بعد ال3 ثواني اللي كانت إعدادات أولى له، لأنه أبير أفتر زيرو يعني هيظهر مع الشريحة نفسها وهيستمر فقط ل3 ثواني. أعمل بريفيو من هنا وأختار from this slide، أدوس بلاي، بدأ فعلا من الصفر، أما ده بدأ بعد ثانية، ده اختفى بعد 3 ثواني، وده استمر لآخر الشريحة ومش هيختفي غير لما أنقل على الشريحة الأخرى. كده قدرت اعرف اللي هي الاوبجكتس اللي انا بضيفها ديت بضيفها ازاي وامتى. طيب الاوبجكت دوت اقدر طبعا من خلال الحركه بالماوس كده اقدر اغير الايه المدى الزمني بتاعه، طبعا مش بيبقى دقيق جدا، الدقه اكتر لو انا عايز احسبها بالظبط، فبروح في التايمنج بتاعه واقدر اغير بير افتر قد ايه ويستمر لمده قد ايه، سواء سبيسيفيك تايم او ريست اوف سلايد. طيب الاوبجكت دوت وهو بيظهر هل ثابت زي ما احنا لسه شايفين من شويه، ولا عايز اعمل عليه حركه؟ فبيظهر لي هنا اللي هو الحركه بتاعته. هل بيزك هنا في بيزك في حركات معينه اقدر اختار منها، او اختار اللي هو الانفيسز او الانترنس او الاكزيت او الموشن باس. في هنقول مثلا انترنس ساعه الدخول بتاعه كل الايقونات دي اتنشطت، بيعرض لي هنا 9 حاجات، أول حاجة اللي هي بدون أي حركة، وبعد كده في 8 حركات، ديت كده بيكبر من صغير وبيكبر خالص، بيجي من اليمين للشمال، من الشمال لليمين وهكذا، بختار العنصر اللي أنا عايزه. طيب القايمة ديت مش هي اللي فيها الحركة اللي أنا عايزها، في السهم اللي تحت دوت بدوس عليه يجي لي 9 تانيين وهكذا. طيب أنا وصلت إن مثلا هعمل الافكت دوت او التأثير دوت، انا عملت الافكت ده وبرضه هو هيبتدي من الصفر، الافكت ستارت من الزيرو، والدوريشن بتاعته هيتدلها كام لمده قد ايه؟ لمده ثانيتين.
وابتدي اعمل بريفيو كده واشوف ايه اللي هيظهر عندي على الشاشه. ده كده شكل الايه الاوبجكت لما ظهر. هنا بقى في اختلاف بسيط جدا بينه وبين اي برنامج تاني في الخاص بالافكتس. طبعا هنا في رمز الاف اكس هنا عشان يقول ان في عليه افكت على الاوبجكت ده، في افكت حصل. انا ما اقدرش اعمل الغاء الافكت من الشاشه هنا مهما حصل، ما اقدرش. طب اعمل ايه عشان الغي الافكت ده واختار افكت تاني؟ لو احنا لاحظنا ده الاوبجكت رقم كام؟ سمارت شيب 3. هنلاحظ ان دوت بقى فيه سهم قدام وده لا، لان ده على عناصر اخرى. هدوس على السهم كده هلاقي متضاف له ايه اللي هو الافكت. هقف على الافكت نفسه واعمل كليك يمين واقول له حاجه من اتنين، يا اما ديسيبل الافكت اعمل الغاء للافكت دلوقتي مؤقت مش عايزه دلوقتي، او ديليت حذفه بشكل ايه تام. لو قلت له ديليت بعد كده ايه شيت الافكت وهنلاقي السهم اللي كان موجود على اليمين كمان ايه اختفى. طيب ده بالنسبه لايه ان انا الشريحه بتاعتي انا ممكن اضيف عليها بعض العناصر واقدر احركها واقدر اغير استخدم شيبس مختلفه، والشيبس كلها زي بعضها ما فيهاش اي اختلاف خالص. تمام، واقدر اغير في الحجم والافكتس كلها وفي البروبابيلتيز بتاعتها، سواء في الستايل اللي هي اللوب بتاعها الستروك وهكذا. اقدر كمان اضيف عليها شادوز. تمام، هي نون شادو مفيش خالص، وممكن اعمل ظلال زي ما احنا شايفين لو احنا جبنا الشكل ده كده بس شويه. تمام، اقدر اغير الايه الافكتس بتاعتنا او في الانر والاوتر بتاعتها. دي حاجات خاصه بالايه بالافكتس الخاصه بالشكل نفسه. في عندنا حاجه تانية اللي هي الاوبشنز. الاوبشنز ديت اقدر اغير بيها الحجم بتاع الشكل. تمام، سواء انا ممكن اعمل بالسهم كده. لو احنا بصينا لاحظنا في عندي حاجه اسمها الويد والهايت، طول والارتفاع. لما بتحكم فيه كده بالماوس بيتغير الارقام ديت. اما لو انا عايز اكتبها بالظبط اقدر في الويدز ديت اللي هي الدبليو اجعل 213 ديت، عامل دبل كليك عليها واخليها وليكن 520 بس. عمل حد كبير جدا لان ده العرض بتاع الايه الويدز. الارتفاع بعد ما ممكن 354 اقدر ايه اغيره. طيب اما الواي الاكس والواي، ايه بقى الاكس والواي؟ الاكس والواي دول لما بغير وضع الاوبجكت داخل الشريحه. الحاجات ديت ما كانتش موجوده مثلا في برنامج زي الباوربوينت او غيره، ما اقدرش اقدر اعرف بالظبط الاكس والواي فين. اقدر اعمل جريد واقدر احط الحاجه واحذيها اعمل محاذاه ليها، لكن هنا اقدر اعمل المحاذاه بدقه عاليه جدا. طيب انا دلوقتي لما بحرك الماوس اقدر اشوف كده احط الشكل في المكان ده. لا ده انا عايز احطه يدوي بقى، اقدر اغير ال 230 دي المقصود بها ايه؟ الاكس بتاعنا اللي هو عرض الشريحه، الزيرو دايما بيبتدي من فوق خالص. فوق على الشمال ده بيبقى الزيرو بتاعنا، زيرو اكس زيرو واي. طول ما انا ماشي كده يمين بيعلى الاكس، رقم الاكس بتاعي بيعلى، وطول ما انا نازل لتحت الواي بتاعي بيعلى. فهنا لو انا هو دلوقتي انا 229، لو انا غيرت ال 229 وخليتها 250 ايه اللي هيحصل؟ اتحرك شويه ناحيه اليمين، ممكن تبقى مش واضحه قوي. لو خليتها 280 اتحرك اكتر شويه. طيب الواي نفس الحكايه، الواي بقى ده 80، لو قلت له هنخليها مثلا 120، اول ما هدوس انتر ده نزل لتحت. يبقى احنا كده قدرنا نغير في الاكس والايه والواي بتاعنا. طيب في حاجه بقى مهمه جدا، الشكل ممكن بعد ما انت تكون اشتغلت عليه وتعبت جدا فيه وغيرت في الامكانيات بتاعته وفي حدوده وفي مكانه وغيره، عايز بعد كده لما تيجي تتعامل مع اي اوبجكت تاني على الشريحه بتاعتنا مش عايزين يحصل اي تغيير في شرائح اخرى او في سوري في اوبجكتس اخرى. اعمل ايه؟
بختار بقى بقف على الاوبجكت ده واختار حاجه اسمها لوك سايز اند بوزيشن. كده انا وقفت السايز بتاعه حجمه في اي لحظه، حتى لو دوست عليه بالغلط ما غيرش حجمه ولا غير مكانه. لو احنا جينا بصينا كده الشكل كل ما هجيبه يمين شمال ما بيتحركش، عكس الاشكال التانيه بتتحرك ايه؟ لان ده عملت له لوك ايه؟ لوك سايز اند بوزيشن. بعد كده هقدر ممكن من خلال الاوبجكتس ديت او الرسوم اللي انا حطيتها او الشيبس اللي انا حطيتها اقدر اعمل عليها شكل تفاعلي اكتر، دي هنتكلم عليها قدام شويه. بس انا بتكلم دلوقتي بشكل عام ايه الحاجات والامكانيات اللي اقدر احطها في جوه شريحه كابتيفيت واتعامل معاها ازاي. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الخاصه ب نعمل ال هنشيل لوك سايز عشان نتحرك معاه. طيب في عندنا بقى، لو انا دلوقتي عايز اكتب تكست هبدا اسحب تكست هنا، في ثلاث انواع من التكست. في تكست كابشن هكتب كلام ثابت زي ملحوظه او شرح. في عندي حاجه اسمها تكست انتري بوكس، لو انا عايز اخلي المستخدم يكتب كلام جوه المربع ده، زي لما اطلب مثلا من واحد يكتب اسمه في خانه على صفحه في الانترنت اقول له الاسم كذا، طب البريد الالكتروني بتاعك ايه؟ واطلب منه حاجه، فده اسمه تكست انتري بوكس. النوع الثالث اللي هو التكست انيميشن، اللي هو ازاي اعمل حركه على التكست نفسه. انا اختار التكست كابشن. اول ما دوست تكست كابشن اداني مستطيل مكتوب عليه تايب ذا كابشن تكست هير، اكتب الكلام اللي انت عايزه هنا. اقدر هنا ادوس مرتين على المساحه ديت او اظلل كده واكتب مثلا الكلام بتاعي. في هنا مجموعه برضو من الخصائص اللي هي خاصه بالبروبرتيز بتاعتنا. هنا مكتوب تكست كابشن 1، طبعا كل مره هيكتب تكست كابشن 1 اللي بعدها تكست كابشن 2 3 4 وهكذا. انت بعد مده من الزمن هتنسى الكابشن ده كان بتاعي اصلا، فاحنا ممكن نخليه تكست دوت مثلا واكتب مثلا بدل كابشن 1 اقول له ويلكم، يبقى انا عرفت ان دي كلمه ويلكم عشان ما اقعدش ادور هي فين بالظبط. طيب النص دوت معمول او الكابشن تايب ترانسبيرنت اللي هو شفاف، لو انا عايز احط له اي تاثير بقى للزرار ابتدي احط تاثيرات مختلفه وليكن زي ده كده. تمام، اقدر احط زي ده الالوان ديت. تمام، دي اللي بنسميها ادوبي بوب اب. تمام، اغير في الالوان. لو احنا لاحظنا هنا انا اخترت بقى حاجه خاصه باللي بقى ازاي اللي هي الشكل بتاع المقوله، لما احط كاركتر مثلا شخصيه واحد بيقول كلام وعايز اوجهه له، ممكن الكلام يبقى طالع السهم يبقى الناحيه دي او الناحيه اللي هو اليمين متجه الاعلى متجه لليسار او بدون ايه؟ بدون السحب اللي هو الكول اوت خالص. تمام، يبقى دي كلها اشكال مختلفه اقدر اختار منها الخلفيه بتاعت التكست بتاعنا او اقوله في الاخر اللي هو الايه؟ الترانسبيرنس. طب الخط بتاعنا اللي انا كاتب بيه الكلام ده ايه؟ في مجموعه من الخطوط كثيره جدا بيوفرها لي، وده الشكل بتاعها وليكن اللي انا هكتب بيه مثلا الخط ده. طيب الخط ده حجمه قد ايه؟ هنا مكتوب 25 او 36. طيب نوعه ريجولار ولا ايتاليك ولا بولت، نفس التنسيق بتاعت الايه؟ الخطوط وحدة. طيب الكلام نفسه بقى، كلمه ويلكم دي معموله باللون الرمادي، انا اقدر اختار عفوا اقدر اختار لون اخر للايه؟ للخط. اقدر اختار هايلايت تاني للخط او اعمل بدون هايلايت، لو انا دوست على الشرطه ديت يبقى بدون هايلايت خالص. في افكتس اقدر اعمل تاثيرات زي نظام الفوتوشوب اللي اشتغل على الفوتوشوب، اقدر اعمل تاثيرات مجسمه على الخط شويه زي كده. دي كلها تاثيرات اقدر اعملها على الشكل بتاعي او الكلمه بتاعتي. لو مش عاجبني اي حاجه من الثمانيه اللي معروضين دلوقتي اقدر ادوس على رمز الزائد وهيطلع لي مجموعه من البروبريتيز او الخصائص بتاعتنا للتكست افكت. اقدر اعمل هنا لو احنا كل ما هدوس على حاجه
هنلاقي هنا مباشرة تغيير فيها في الشكل بتاعها، وأقدر أعدل زي ما أنا إيه زي ما أنا عايز على حسب رغبتي. طيب نفس الحكاية برضو، نفس الحكاية برضو اللي هي الخاصة بيه، الحاجات اللي هي في حاجة اسمها الميرجنز، تمام، والتوب والليفت، دي كلها حاجات خاصة المسافة ما بين الكلمة والحواف اللي ايه المستطيل بتاع اللي هو كاتب مكتوب جواه الكلام ده. طيب بعد كده التكست ده لازم نخلي بالنا من معلومة مهمة جدا، اللي هي بقى لو أنا عايز أكتب باللغة العربية، لا أنا هعمل تكست تاني، عايز أكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهظللها كده وأعمل عليها التأثيرات اللي أنا عايزها، تمام، واخليه بولد وايتاليك وكل اللي انا نفسي فيه. هو دلوقتي كاتب بسم الله الرحمن الرحيم. اي حد من حضراتكم دلوقتي هيجي يشتغل ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم في اي مربع، مش هيشتغل معاه او مش هتتكتب معاه الكلمه بشكل سليم، هتبقى فيها الحروف منفصله عن بعض ومكتوبه بالعكس. طب اعمل ايه عشان اخليها تشتغل صح او اقرا الكلام ده صح؟ في عندي قائمه ايديت، عندي حاجة اسمها بريفرنسز. في قائمة البريفرنسز، تمام، أنا هنا معلم على إيه بقى؟ على التلات حاجات دول لازم نخلي بالنا منهم كويس. الـ requires an Indic composer for Indo Arabic، اللي هي اللغات اللي بتتكتب من اليمين للشمال، معلم عليها صح، والـ right to left عشان يحط لي الكلام بشكل صحيح، تمام، و enable custom workspace على كده اقدر ان انا اعرف اللغه العربيه او اي لغه بتتكتب من اليمين للشمال للايه للبرنامج، واقول ايه اوكي. بعد ما بدوس وانا بعملها لاول مره علشان تتنفذ، لازم اقفل البرنامج وافتحه تاني عشان يقدر يفعل لي الشغل بتاعي اللي انا عملته. طيب في بقى حاجه مهمه جدا واحنا بنشتغل، لو انا جيت هنا من قائمه فايل في حاجه اسمها بروجكت انفو، دي لازم تبقى انت عامل الاعداد بتاعها من دلوقتي. البروجكت انفو اللي هو المشروع بتاعنا، المعلومات اللي عن اللي عليه ايه. اول حاجه بيقول لك مين الاوثر، فانا بكتب في الخانات ديت المعلومات خاصه بالبروجكت عشان لما تيجي تنشره في اي مكان يبقى معروف البيانات مين اللي عامل البروجكت، الاوثر وليكن تامر، الكمباني ام او اي وزاره التربيه والتعليم، اكتب هي الايميل بتاع المؤسسه او الخاص بالاسر، الويب سايت بتاع الوزاره مثلا moe.gov.eg، الكوبي رايت لو عايز اعمل حقوق ملكيه فكريه، اسم البروجكت وليكن انجلش مثلا 1 او تيرم 1 وهكذا، ديسكريبشن اكتب وصف شرح كامل بالعربي بالانجليزي باي لغه انا عايزها، اكتبها فين في الديسكريبشن دي. كل الحاجات دي مهمه جدا عشان بعد كده لما اجي ارفع الكورس بتاعي على ال ام اس هيستفاد بالحاجات دي، مهمه جدا. الحاجه الثانيه التاجز، التاجز ديت بيتكلم مثلا على اللغه الانجليزيه للصف الثاني الاعدادي وهكذا، واكتب اللي انا ايه اللي انا عايزه، الكورس تايب بتاعي، نوع الكورس دوت، دورة تدريبية، وحدة دراسية وهكذا، الاندستري اللي هي الشركة اللي صنعت الايه البرنامج، تمام. هنا بيقول لك الريزوليوشن بتاعك كام، وسلايدز عدد السلايدز، وده فعلا موجودة فين في الشريحة عندنا اللي هي تلاتة سلايدز، تمام. ده مهم جدا، في عناصر كتيرة جدا لسه بنتكلم عليها ان شاء الله في جلسات تانية، تمام، ولكن ده مهم جدا لما نيجي نعمل قبل ما نعمل البابلش بتاعنا. بيتميز برنامج الادوب كابتيفيت ان انا السلايدز بتاعتي مش بعملها كده واحد واثنين وثلاثه وخلاص، ده انا ممكن اعمل اول حاجه اللي هو اسميه باسم، فلما بقف على الشريحه نفسها في الفيلم ستريب هنا هلاقي هنا المستطيل ده فاضي.
هنا بيقول لك اسمها ايه مش موجود، فاقدر مثلا اقول له مثلا هو دي الصفحه الرئيسيه، تنتر بقى الشريحه دي اسمها هو، الشريحه ديت هسميها مثلا كونتنت او الديكس اللي هي الفهرس مثلا، انتر. الشريحه الثالثه مثلا وليكن شابتر 1، ديس انتر. يبقى كل شريحه لها ايه؟ لها مسمى، علشان بعد كده اقدر استخدمه في التفاعل بتاعي. وليكن عشان مثال قبل ما ننهي الجلسه النهارده، وليكن الزرار دوت لو انا عايزه يروح لشريحه تانيه بعمل ايه؟ تمام؟ انا اقدر استخدمه كبوتونز، تمام؟ في البروبرتيز بتاعتنا، تمام؟ الستايل هنا اقدر اعمل عليه اي تفاعل، كليك يمين هنا مثلا واقوم عامل له ايه؟ الافكتس هنا هنا لو انا جيت عملت في حاجه اسمها الاوبجكت ستيت، انا عايز اعمله واحد ولا النورمال، او اغيره بحيث ان انا اغير الزراير او الاشكال دي. التكست عشان اعمله اللينك لازم احط عليه زرار، تمام؟ فانا هعمل الاول الاوبجكت ديت عشان مش تدخل في التفاصيل بتاعت الزرار بعدين، تمام؟ هقول له مثلا وليكن يوز از بوتون، الشكل ده هستخدمه كبوتون. طب لما هستخدمه بوتون ايه الاكشن اللي هيحصل؟ يروح على انهي شريحه؟ وليكن الشريحه رقم 3، هقول له جامب تو سلايد ورقمها كام؟ وليكن رقم 3 اللي هي شابتر 1. فلما اجي اعرض هعرض على دي. طب انا عشان افرق بس ما بين الشرايح هاخد الاوبجكت ده كمان واحطه في رقم 3، معلش الاوبجكت اهو. هاجي هنا وانا بعمل بريفيو لو لاحظنا ان ده الشكل الوحيد اللي بوقف عليه بيدي لون تاني، والشريحه وقفت تماما ما اتحركتش للشريحه اللي بعديها زي ما كنا بنعرض من شويه. ليه؟ لان انا خلاص عملت هنا دلوقتي تفاعل فلازم يقف عشان احقق التفاعل ده. لما هدوس هنا هيروح على الشريحه اللي فيها المربع اللي هو زيه بالظبط لوحده. اول ما ادوس هنا راح للايه؟ للشريحه رقم 3، تمام؟ طبعا الحاجات الخاصه بالليكس هنتكلم عليها قدام. ده نظره سريعه لبرنامج كابتيفيت، هنبقى جلسه مع جلسه من جلسه الى اخرى هنبتدي نعرف الامكانيات بتاعته. نقدر نعمل بابلش بعد ما نخلص الدوره التدريبيه، نقدر نعمل بابلش على اي موقع تعليمي او ال ام اس زي المودل او غيره. اقدر احطه على موقع لو انا ليا موقع شخصي، اقدر احط ازاي الدوره التدريبيه ديت، واقدر اخلي الطلبه او الدارسين يدخلوا يتعلموا معاها. احنا ان شاء الله هنتعلم الاساسيات خطوه بخطوه مع بعض. ارجو الناس يبقى عندها نوع من الصبر شويه علشان نقدر نوصل لبروجكت متكامل ان شاء الله. نرجو ان احنا يكون الجلسه التدريبيه كانت ممتعه ان شاء الله، وفي نفس الوقت هنكملها باذن الله بدورات تدريبيه اخرى في التصميم التعليمي وغيره من البرامج اللي بتبقى متكامله، ودورات تانية خاصه بالنظم التعلم الالكتروني، علشان بعد كده اللي هي الخطوه الرابعه اللي هي المفروض نرفع عليها الشغل بتاعنا ونجربه. ارجو ان يبقى في تفاعل من خلال الجروب، نعرف الامكانيات ونتصفحه ونشوف الامكانيات الخاصه بالتكست والشيبس، ونشوف البروبابيلتيز بتاعتنا زي نغير التايم لاين بتاعنا. ده ملخص سريع عن اللي احنا خدناه النهارده. بعد كده ان شاء الله هنبتدي نعمل انتراكتيفيتي في الجلسات اللي جايه، ازاي برضو نشتغل مع الصور، ازاي نعمل لها ايديتنج جوه برنامج الكابتيفيت من غير ما احتاج لاي برامج اخرى، ازاي اقدر اسجل صور وغيره من استخدام الريسورسز، وبعد كده اعمل بابلش على اي منصه تعليميه. شكرا جزيلا لحضراتكم.
وانتهت جلسة التدريب النهارده.